بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إذا رايح نواصل مع Scientific Workplace. دونك في هذا الفيديو ش رايح نشوف كومون انسيغي اون ايماج او بيان اون فيغور. دونك لا بروميير رومارك اللي رايحة نأشر عليها انه ليماج لازم تكون يعني مع لو فيشي تاك دون لو ميم دوسي، يعني امر ضروري. اي ايماج او بيان اي فيغور لازمها تكون يعني في نفس الملف اللي موجود فيه لو فيشي تاك. اذا نشوف كيفاه رايحه ننسيغي لا فيغور او بيان ليماج. اذا راح نضغط على فايل امبورت بيكتور او بيان. عندنا هنا اون بيتيت ايماج لو بوتون امبورت بيكتور. اذا نكليكي، اذا راح يعني شوف انت الدوسي وراك واضعه في الدي او بيان في الاف او بيان يعني في المكان يعني اللي وضع فيه الدوسي اللي فيه الفيشي تاك وايضا معاها ليماج. اذا رايحه نضغط على ليماج اوفرير. لاحظوا بلي الايماج يعني كبيره بهذا الشكل، يعني مباشره لو انك تكومبيلي راح تشوف تلاحظ انه يعني ليماج راهي خارج على لابور دو لاباج. هذا من جهه. اذا لهنا لازم نشوف البروبريتي اللي خاصه بليماج ونبدا نحسن ونضيف الامور الضروريه. اذا بالنسبه لليوز الشيء اللي يهمني في السايز انه نغير يعني لا طاي يعني الطول والعرض بالنسبه للايماج. حندير 5 بالنسبه لهنا 2 يونيت يعني هي الوحده راح تخير يعني من بين الوحدات اللي راك راح تستخدمها. ايضا الامر يعني اللي مهم هو انه نختار فلوتين، نختار هير. هنا راح تخلي لي فيجور يعني في الموضع اللي راني نحتاجه، يعني ما تكونش يعني راهي توب او يعني اعلى لاباج ولا تكون في الباتم اسفل لاباج. هذا من جهه. لابلين هنا رايحه يعني رايحه الكابشن تكست راح يكون فيها النيم بالنسبه للايماج يعني الاسم تاع هذا الصوره. اذا بالنسبه لاسم هذا الصوره اذا كنت يعني حابه يكون اسفل مباشره اسفل ليماج يعني راح ناشر على بالليل. اذا رايح نطلب اوكي. هنا تلاحظوا باللي يعني لطاي بالنسبه للايماج راح تغير. نكومبيلي اذا لونو تاع ليماج راهو الاسفل. لا طاي يعني الحمد لله يعني ما خرجتش على لا بورد دو لا باج. هذا من جهه. اذا كان واحد بغى يكون يعني لونو تاع ليماج ما يكونش الاسفل، اذا هذا مباشره نقصه باش ما يبقاليش. اذا خليناه ورحنا ابيف راح يكون عندك يعني لونو اسفل وفي الفوق، يعني يكون اسفل ليماج وفوق ليماج. اذا هنا في بالليو ما يكون عندي حتى نو مباشره نروح باش يكون يعني لو نو يكون لي يعني فوق. اوكي نكومبيلي ونشوفو. اذا تلاحظوا باللي لو نو راهو اعلى او فوق الايماج مباشره. هذا من جهه. من بين لي بروبريتي يعني نسجل اون كلي بار اكزومبل فيغ ا هكذا، يعني اذا كنت نحتاج راح ندير ديسكوسيون ولا ناشر على ليماج هذيا راح نستدعيها فقط مادام عطيتها اون كلي. هذا من جهه. اذا رايحه يعني الامور الضروريه فيكتور بروبريتي يعني بالنسبه لينا بالنسبه للسايز يعني كنا خلاص حددناه. الامور المهمه خلاص يعني اشرنا عليها اللي كاينه في اللايوت وكاينه في لابل. دونك اوكي نكومبيلي. فقط يعني ملاحظه يعني ممكن يعني شخص يغير لاطاي من ليماج يعني ما يضغطش على البروبريتي بالنسبه لينا. ممكن هكذا ينقص
أو يحب يعني ممكن يزيد شوي بهذا الشكل. إذا نقوم إلي يعني ما تأثرش، إما ندخل ونغير، أو بالنسبة هذا لطاي كيفاش رايحة نغيره. إذا نتمنى في هذا الفيديو كنا فدناكم كيفاش يعني نضيف يعني صورة أو شكل في سيونتيفيك ورك بليس. إذا انتظرونا في فيديو آخر، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.